شكرا للزميل محمد سعدون الكواري. سيداتي أنساتي سادتي أيها الأحبة في كل مكان، متتبعي مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قنوات بي إن سبورتس، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. أهلا ومرحبا بكم معنا إلى الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز. اليوم أعتقد يوم كبير أو واحد من الأيام الكبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، واحدة من المباريات الكبيرة في هذا الدوري المثير للفرق الثلاثة التي لم تتلقى أي خسارة لغاية الآن. هذا واحد من الفرق الثلاثة التي لم تتلقى أي خسارة، اللي هو البلوز الفريق الأزرق، تشيلسي الذي يستضيف مانشستر يونايتد في هذه الجولة في المرحلة التاسعة. تشيلسي يلعب المباراة ورصيده 20 نقطة، ومع ليفربول 20 نقطة، مع مانشستر سيتي 20. يوم أن يحصل على شيء، يحصل على نقاط الثلاث، يحصل على الضربة الركنية بدلا مع موراتا من البداية، مع محاولة ويليان، ويليان الذي يتكبر عليه يتقدم يقود محاولة أخرى لمصلحة تشيلسي. الكبير الشياطين الحمر، الفريق الذي يعاني، يتلقى محاولة الرأسية ولكن هي صافرة من قبل حكم المباراة، يحول ولكن الكرة مقطوعة على أساس تصل لمانشستر يونايتد. التقدم لمانشستر يونايتد ولكن الكرة مقطوعة، يتدخل جورجينيو اليوم، وصلت الكرة إلى هازارد المتعلق، يسقط على أرضية الملعب. تأتي الضربة الحرة المباشرة لمصلحة تشيلسي، وبالتالي ويليان أمامك، هازارد أمامك، يمكن أوديغار، ويليان، هازارد، ويليان، عالية 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 من البرازيلي، ويليان انتهت خلاص. وصلت المباراة إلى الدقيقة في الجهة اليمنى عند راشفورد، راشفورد يحول، حلوة حلوة خطيرة، لكن خلاص الآن تشيلسي 68 مقابل 32. أو هو في الوقت الحالي ممنوع أصلا من دخول الأراضي الإنجليزية، يبي يعملها إلى 60,000، هو الآن يعني 41,000 بعد جوزي مورينيو. الكرة ولكن مكتوعة على أساس تصل لمانشستر يونايتد، الرأسية، الله، مرت بسلام لوكاكو الموتى، ولكن الكرة إلى صافرة من قبل حكم المباراة، لن يهدأ جوزي على أساس يتقدم لندرهوف في الأخير. الكرة إلى خارج أرضية الملعب، والكوفاتشيتش يتقدم، وهازارد يطلب الكرة، وهازارد نفسه يتقدم، يحول بمبدأ السلامة. خطرين البلوز، خطرين هازارد، خطير كوفاتشيتش يجيب الجول الأول من الضربة الركنية الأولى لمصلحة تشيلسي. اللعبة جول، جول، سجل تشيلسي الجول الأول. روديغر المدافع يتقدم ويحط الكرة الرأسية القوية في مرمى مانشستر. شوف 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 شوف، لاحظ معاي، لاحظ معاي، تقدم بعيدا عن الرقابة على كيف بنفس اللي يتقدم، ويا الله في 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 أمطار وفي الخليج كلنا نحرتنا إلى المتقدم أمامك. كوفاتشيتش لاعب المعار من الريال، يخلص كوفاتشيتش ولكن يتقدم. بالتالي يعني عندما تأتي من مباريات لذلك، يعني هو ما لاعب من مانشستر يونايتد، هذا شيء لا أمله ولكن قد يحدث. جوزيه مورينيو الموضوع مو سهل، يعني الكرة الخطيرة، استقبال سيء، مع أن أعتقد ماركوس ألونزو الأسود إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية التماس لتشيلسي. يمكن تكون هذه الكرة أخطر، راشفورد يتقدم دخل المنطقة، أسقط مدافع أو اللاعب العائد. شوف شوف مرة أخرى عودة هازارد، لذلك كنت أقول فورد بريد، الضربة الحرة انلعبت أمام المرمى، ولكن في ملاعبي مانشستر، وياما هتفت أيضا لجوزيم 59 سنة يدخن وايد. هازارد دائما مع أشلي يونغ يحاول، تشعر أن موراتا ممكن، تشعر كوفاتشيتش، تشعر ويليان، جورجينيو ممكن يخطف أخطر من مانشستر يونايتد. رمية التماس يمكن يعيد،
مرة أخرى امتاز من ماركوس ألونزو مباشرة إلى جورجينيو جهة ويليان يحاول مانشستر يونايتد ودوري الأبطال وبصدد تشيلسي في الدوري الأوروبي. هذا يلعبها عالية ولكن يتقدم مدافع مانشستر يونايتد. شوف الاحتفاظ دائما وأبدا الحديث عن انتقال إلى ريال مدريد كرة مانشستر يونايتد ولكن يتدخل مدافع تشيلسي على أساس في الأخير تكون إلى خارج الشوط الثاني. الكرة في غاية الخطورة حلوة ما كانت جول بالجميل اللي تقدم هناك وهازارد يسيطر على الكرة وبالتالي منقولة هدف واحد مقابل لا شيء نفس النتيجة اللي تحدث أمامك ولكن النتيجة مباراة اليوم بيغيرها هازارد ممكن اللي يسدد لكن الكرة تصل إلى حارس المرمى ديحية أول حتى القادمين ربما فريد أول القادمين مع فريق مانشستر يونايتد راح يجري هناك يا سلام ما اكتملت اللقطة جميلة والعدل كرة قدم حلوة بصراحة تشيلسي ممكن يجيبون الجول الثاني ترى تشيلسي اللعبة الضربة الركنية يبعدها في الجهة اليسرى مباشرة إلى الأمام تحولت تشيلسي عندهم قناعة بشكل والتسديدة حاضرة وردة الفعل ممتازة تبقى مرة أخرى لمانشستر يونايتد الكرة الأخضر مرة أخرى أيضا تسديد جول 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 جول, جول. هدف التعادل لمانشستر يونايتد ضغط في اللقطات السابقه شوف بدا الضغط من هنا من هذه الكره تحولت مقطوعه تسديده رده الفعل ممتازه من كيفا ولينقض هجوم اخر وصلت الى هازارد يتقدم وامام اثنين كالعاده من ويليان ينقض الكره يسيطر ضايقوا مرتين المرة الأولى مع كسب الخط كل اللاعبين ولاحظ ديخية ولاحظ ويليان يلعبها التحول الرأسي مرت من جنب القائم الأيمن ضاعت على تشيلسي في اللحظة المناسبة يتدخل دافيد لويس ومرة أخرى من ريال مدريد يغادر الآن يتلقى التحية المباراة راسل على عقب إلى كانتي يسدد ومرة أخرى ردة الفعل رائعة كانت من ديحية مباشرة الكرة وصلت السرعة يونايتد في الجهة اليمنى في غاية الخطورة تحولت الآن صارت أخطر ليونايتد الله ومارسيال المجب شوف لاحظ معاي الانطلاقة في الجهة اليمنى لكن شوف اللاعب الهادئ الراكب وين حط الأول حتى أول حتى أول حتى
أول حتى أول حتى